اخ جواد الله يرحمه الله يوسع عليه، ان لله وانا اليه راجعون. التعازي ديالي للاسره ديالو الكبيره والاسره ديالو الصغيره والكل محبيه والكل اللي تعرفوه. فامام هذا المصاب الجلال ما كناش نتمنوا يوصل لهذه الحاله، ما كناش هذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. نتمنوا ان شاء الله انه الوزاره وسي بن سعيد كوزير اللي عطى الله عطاه يشوف غير من حال هذيك الام الزوجه ديالو والابنه ديالو مسا والابن ديالو المهدي، على الاقل شقه محترمه ما يبقاوش مليحين في ديال الكرا، لانه تلقى الان راه توفى ومجموعه من الديون ديال الكرا مجموعه عليه. فنتمنوا الا كانت شي فضل من الوزاره ومن الناس المسؤولين يكرموا هذا الانسان بعد موته، يكرموا غير بهذا الطلب اللي تنعتبره بسيط، واحد شقة متواضعة. أنا تنقول للزوجة ديالو والابنة ديالو والابن ديالو إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم السي أحمد جواد، الله يرحمه، الله يجدد عليه الرحمات، وتنطلبوا الله سبحانه وتعالى أنه يقبله في الصالحين ويغفر ليه، لأننا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتنطلبوا أن ما كناش بغينا السي أحمد جواد يموت بهذا الشكل، طبعا كأخ ديالنا وكزميل وكرجل فن اللي أعطى الشيء الكثير، كان تيحمل واحد الرسالة، كان عنده واحد الهدف، يعني تنعقلوا عليه تيشتغل في نادي الأسرة، كان تيسير نادي الأسرة التابع للمسرح الوطني محمد الخامس، اشتغل مع المسرح الوطني محمد الخامس، تقاعد في سنة 2021. كنا تنتمناو أنه يعني أن يبقى مستمر، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ولكل أجل كتاب. الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. حضرنا اليوم المراسم يعني تأبين المرحوم محمد جواد اللي كان كيمارس المسرح في حياته، وهذه المناسبة كنتقدموا بأحر التعازي للأسرة ديالو الصغيرة والكبيرة وجميع الفنانين، وكنتمنوا إن شاء الله يعني ليه يعني المغفرة والثواب. وطبيعة الحال المقام هنا هو مقام ديال الترحم عليه وديال الدعوة له بالغفران إن شاء الله. شنو غياب ديال سبب غياب الوزير بن سعيد؟ أي أسئلة اللي كتخرج في إطار ما هو ترحم على الفقيد، فكنظن ماشي المقام ديال الجواب. وزير مكلف بهذا هو فنان، يعني ينتمي لهاد الوزارة. أنا نمشي لعندو باش يدير إجراء عادي ديال نص ساعة ولا نسمع. الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
مرحبا بك.